هذا ليس بمشروع. ما يقال حملة الاستغفار أو حملة التسبيح، سنقوم بحملة تسبيح أو استغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس بمشروع. ولم ترد صورة عن سلف هذه الأمة في مثل هذا الأمر، لم يرد شيء من هذه الصور ولو في حدود ضيقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته الكرام، ما كانوا يفعلون هذا. ولذلك على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويحرص على ما جاء به الشرع. إن سرت وانطلقت في محيط الشرع نجوت بإذن الله تعالى. ثم بدل ما ندخل في قضية حملة، حملة استغفار، حملة تسبيح، حملة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نذكر النصوص الواردة من القرآن أو من السنة في فضل التسبيح، في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في فضل الاستغفار. هنا علمنا الناس العلم، هذا يعتبر نشرا للعلم، بدل ما نأتي بهذه التنسيقات والترتيبات. يعني أريد أن أذكر الناس بفضل الاستغفار، بدل ما أقول حملة سبحان الله وتلك الحملة ما يقوم بها أحد. أتدرون لماذا؟ لأنها إذا وصلت هذه الرسالة إلى فلان أرسلها إلى الآخرين وهم يرسلونها إلى الآخرين، وإذا بالوقت يذهب كله في النشر. لكن تصور لو أنه أتى بحديث فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما له من ثواب، أتى مثلا بآية تدل على فضل الذكر، على فضل الاستغفار. هنا ربطنا الناس بالشرع ونشرنا العلم ولم نحدث في شرع الله عز وجل ما لم يشرعه جل وعلا، كما قال ابن مسعود وصح عنه: لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. لست بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. لو قلت لك هذه حملة استغفار أو حملة تسبيح، ما هو الشيء الذي استفدته؟ ما استفدت شيء. لكن لو ذكرت لك آية أو حديثا عرفت الفضل